اوكي، هلا سيكشن 3.4 راح نتعلم هاو تو اكسبلور داتا اناليسيز، يعني نكتشف تحليل الداتا. طبعا احنا درسنا المحاضره اللي فاتت عن ستيم اند ليف، وكان هو عباره عن يعني ديسبلاي، عرض من خلاله تقدر يعني تعمل تلخيص للداتا وتظلك محتفظ بالاكتوال فاليوز. هلا بنتعلم كمان طريقة نكتشف فيها الداتا ونعملها تحليل، بنسميها اللي هي عبارة عن الـ 5 Numbers Summary. شو هم الـ 5 Numbers Summary؟ هاي هم تعريف لإلهم. الـ 5 Numbers Summary، أول number هو طبعا الترتيب مهم، أول number اللي هو رقم واحد Smallest Value، رقم خمسة آخر واحد اللي هو Largest Value، والثلاثة اللي بالوسط ببلشوا بـ Q1 Q2 Q3. هلا Q1 اللي هو الفيرست كوارتايل اللي بيكون 25% من الداتا اقل او يساوي منه، و Q2 اللي هو عباره عن المين، سوري الميديان، او ال 50% بيكون من الداتا واقع اقل او تساوي منه، نسميه سكند كوارتايل، والثيرد كوارتايل Q3 اللي بيكون من خلاله 75% من الداتا واقع اقل من او تساوي Q3. فلو ناخذ اكزامبل بسيط، طبعا درس اليوم سهل عن ال 5 number summary. هي عندنا داتا هون سامبل، اوكي، والسؤال بحكي لنا بناء على هاي الداتا values بدنا نطلع ال 5 number summary. اوكي، معناته لانه الموضوع له علاقه ب Q1 و Q2 و Q3، معناته اول حاجه لازم نعمل ترتيب لهي الداتا من الصغير للكبير. فنلاحظ ان اصغر رقم هون عندنا هو عباره عن 15، بعدين 20، 25 الى اخره، بنضل نصل اعلى قيمه قديش؟ 34. هلا رقم واحد على السريع ببين معك ورقم خمسه، ف smallest value عندك هي 15، و largest value اللي هي اخر رقم دائما بتكون must be in the end اللي هي اخر رقم اللي هو 34. وبالتالي انا حصلت على رقم واحد ورقم خمسة جاهزات. يظل عندي هلا الفيرست والسكند والثيرد كوارتايل. هلا بالنسبة للفيرست كوارتايل اللي هو ال 25% من الداتا بتكون اقل او تساوي منه، بدنا نروح نطلع له الاندكس اول. فبقسم ال 25 حسب القاعدة تعلمناها المحاضرة اللي فاتت على 100 ضرب حجم العينة. قديش عندي العينة؟ هي 2 4 6 8، وبضرب في 8 فبطلع الجواب 2. هلا لما يطلع معك انتجر صحيح، معناته شو بعمل؟ بروح بطلع المعدل زي ما اتفقنا، بروح بطلع المعدل للموقع الثاني والموقع الثالث. هيهم لما يطلع معك عدد صحيح 2، بروح بعد هي 1 هي 2، معناته باخذ المعدل لل 20 وال 25. فالمعدل لل 20 وال 25 هو عباره عن 22.5. فبحكي الفيرست كوارتايل هو عباره عن 22.5. طيب بروح اطلع الميديان هلا اللي هو ال 50% برسنتايل، فنفس الحاجه بطلع الاندكس اي له 50 على 100 ضرب 8، بطلع الجواب 4، برضه عدد صحيح 4 هي 1 2 3 4، معناته باخذ المعدل للرابع والخامس، باخذ المعدل ل 25 و 27 زي ما انتم شايفين هيو، فبطلع المعدل 26. اذا الرقم 26 بيكون بيمثل الميديان، وايضا بيكون 50% من الداتا واقع اقل او تساوي منه. هلا بدنا نطلع رقم 3 اللي هو ثيرد كوارتايل. هلا ثيرد كوارتايل نفس الحاجه، بطلع له الاندكس، بقسم 75 على 100 ضرب حجم العينه، بطلع الجواب 6 ايضا انتجر. فبدنا ناخذ الافرج للموقع السادس والموقع السابع. فالموقع السادس هي 2 4 5 6، هي الموقع السادس والسابع، بنطلع المعدل ل 28 ولل 30. فهي 28 30 المعدل لهم 29. وبالتالي انا هلا بقدر ارتب ال 5 نمبرز كالتالي: هي اقل قيمه، هي الفيرست كوارتايل Q1 Q2 Q3، وهي اعلى قيمه. إذا هذا الترتيب الصحيح والمهم لل 5 numbers. إذا الكل متابع معي وفاهم ال 5 numbers، نضغط الرقم 5.
اوكي جميل جدا. طبعا اذا حد عنده اي سؤال بيقدر يعمل رايز هاند. هلا بناء على الفايف نمبرز نقدر نطلع جرافيك سمري، هلا بنسميه البوكس بلوت. البوكس بلوت تعريف له بهي الصوره، بيجي كيو 1 طلعناه وكيو 2 وكيو 3 طلعناه وكيو 2 طلعناه، بيجي بحطهم على خط الاعداد اللي هم الداتا فاليوز برتبهم، فبيجي بحط هون اسوي هاي كيو 1 اسوي هاي حسب الموقع تبعها كيو 2 هاي كيو 3 جاهزات. هل الفرق بين كيو 3 وكيو 1 بنسميه الانتر كوارتايل اي كيو ار. وهلا اذا بدك توصل لابر ليميت القاعده بتحكي لك بتروح عند كيو 3 وبتجمع لها 1.5 اي كيو ار، يعني تروح على كيو 3 وبتجمع لها 1.5 المسافه من هون لهون من كيو 1 لكيو 3، فانت بتطلع الابر ليميت. نفس الحاجة إذا بتروح على كيو 1 وبتنقص منها 1.5 اي كيو ار بتوصل لوين؟ لعند اللور ليميت، وبتعين اللور ليميت هون على خط الأعداد. فمعناته أنت هلا بتعين لور ليميت وبتعين كيو 1 بتعين كيو 2 وبتعين كيو 3 وبتعين الأبر ليميت. هلا أي داتا فاليو بتكون أعلى من الأبر ليميت يعني هون ساكنة معناتها هاي بنسميها outlier، وايضا اي data value بتكون اقل من lower limit بنسميها ايضا outlier. هلا بهذا المفهوم نقدر هلا ناخذ مثال نطلع من خلال البوكس بلوت. فلو رجعنا للمثال تبعنا اللي قبل وحكينا لك ارسمنا البوكس بلوت، طبعا هذا هو نفس السؤال 37 صفحه 106 نفس السؤال اللي كنا نشتغل عليه هيو. السؤال 36 صفحة 106 هاي السؤال. فأول حاجة هنا طبعا احنا بنرتب الداتا وطلعنا كل حاجة، طلعنا كيو 1 طلعنا كيو 2 طلعنا كيو 3. هلا بروح بطلع ايش بلزمني اي كيو ار اللي هو الفرق بين كيو 3 وكيو 1. ف نيجي نعمل كالتالي، اول شيء الفايف نمبرز اللي طلعناهم هيهم قدامك، هاي اقل قيمة اعلى قيمة هي Q1 Q2 Q3. فبروح بعين ايش؟ بدي اعين Q1 زي ما انتم شايفين، هي Q1 اللي هو اول الصندوق، يعني صندوق البوكس ببلش من وين؟ من Q1 بخلص عند Q3 اللي طلعناه 29 هيو Q3. هلا Q2 26 بشوف وين موقع Q2 بالضبط بيجي، مش شرط يجي في الوسط الصندوق، يعني هي ترتيب 26 طبعا خط الاعداد احنا من مرات بطريقة منتظمة اللي هو بمثل الداتا فاليوز. هلا بدي اروح اشوف اطلع المسافة من هون لهون اللي هي عبارة عن اي كيو ار، فبالتالي اي كيو ار هي كيو 3 ناقص كيو 1 وهي 29 ناقص 22.5، فتطلع المسافة 6.5. المسافة من هون لهون هي عبارة عن قديش؟ عن 6.5. هلا بروح على عشان اطلع الليمتس، هلا تو فايند ذا ليمتس بدي اروح اطلع 1.5 اي كيو ار. عشان اطلع 1.5 اي كيو ار انا بعرف اي كيو ار 6.5، اضربها في 1.5 بيطلع الجواب 9.75%. معناته بروح على كيو 3 عشان اطلع الابر ليميت بجمع على 29 9.75%، هيها كيو 3 اجمع لها 9.75% بيطلع معك الابر ليميت 38.75. هيها الابر ليميت شايفينها، هاي الابر ليميت بعينها على خط الاعداد اللي هي عباره عن 38.75%. نفس الحاجه بروح على كيو 1 بنقص منه الاي كيو ار ال 1.5 اي كيو ار حتى احصل على اللور ليميت، وطلعت معنا الاور ليميت قديش؟ 12.75%. فبيجي بحكي هاي الاور ليميت تبعتي موقعها هون بالضبط 12.75%. هلا بسأل نفسي السؤال، هل ظل داتا فاليوز اعلى من هاي اعلى من 38.75% او اقل من 12.75%؟ اذا كان في داتا اعلى من الابر ليميت بسميها اوتلاير، واذا كان في داتا اقل من اللور ليميت بسميها اوتلاير. لاحظوا احنا الرقم اللي عندنا الابر ليميت 38.75، فهون ولا رقم اعلى من 38، معناته انا ما في عندي اوتلاير من اليمين. طيب من الشمال 12.75، في اقل من 12.75؟ ما في اقل من 12.75، ف
طبعا لازم نرجع للداتا الأصلية. احنا هون شايفين كيف هاي الداتا تبعتنا، هل في رقم أعلى من 38 و75؟ ما في ولا رقم أعلى من 38 و75، معناته إيش؟ ما فيش أوتلاير من اليمين، ولا في عنا كمان أوتلاير من الشمال، لأنه ولا داتا من هاي ولا داتا فاليو من هاي بتكون أقل من 12 و75%، معناته ما فيش عنا أوتلايرز. وهي رسمنا البوكس بلوت اللي هو تلخيص لهي الداتا، وببين لك من خلالها كيف توزيع وتحليل هاي الداتا. هلا اذا الكل متبع معي، نضغط الرقم 2. اوكي هيك يا جماعه بيكون سكشن 3.4 is completely done.